سليمان المدير او مدرب حراس المرمى قال ايه في هذا التقرير ونرجع لحضراتكم على طول. سعدني من ضميلي في هذه اللحظات الكابتن طارق سليمان مدرب حراس المرمى بالنادي الاهلي. يا كابتن طارق ان شاء الله تكونوا موفقين في هذه المباراه، انا عارف ان في حاله تركيز كبيره بدايتنا الحمد لله، يمكن حتى هذه اللحظه موفقه من المباراه الاولى، لكن بشكل عام بتشوف الاجواء هنا ازاي في الجزائر، البروده للتدريب الاول، يعني حطينا في الاجواء وحط جمهور النادي الاهلي في الاجواء يا كابتن طارق. والله طبعا بقول الحمد لله طبعا على يمكن اول مباراه، الحمد لله ربنا وفقنا وعملنا نتيجه ايجابيه وخدنا 3 بونت، كان نفسنا طبعا الاهداف تزيد، انما في النهايه طبعا كانت بدايه موفقه جدا. يعني احنا خد بالك احنا كان من 2012 ما بداناش البدايه ديت، كان دايما بيبقى في تعثر في اول مباراه او ثاني مباراه كمان، انما الحمد لله على المباراه اللي عدت، مباراه فيتا كلاب، وطبعا انت عارف ان يعني المجموعه دي صعبه، يعني الناس كانت فاكره ان المجموعه سهله او المجموعه، يعني لا بالعكس، فرق سيمبا فرقه كويسه قوي، اتفرجنا عليها مع شبيبه الثوره في المباراه الاولى، كانت المباراه بتاعتنا على طول، فرقه كويسه قوي، حتى الفرقه دي كمان ما تقدرش تحكم عليها حتى في المباراه الاولى، الجو كان هناك حر قوي، احنا عارفين ان الاجواء هناك بتبقى صعبه، الجو حر جدا، فين كان ظهر عليهم اللي هم بين ما يبانش ان هي فرقه كويسه، وعلى ملعبها كمان ما بتخسرش خالص، يعني بقى لها فتره كبيره جدا ما بتخسرش على ملعبها، فالمباراه مش هتبقى سهله، المباراه صعبه، الاجواء اللي هنا طبعا انت عارف ان الملعب المدرج قريب قوي من ارض الملعب، فدي طبعا بتعمل برضه جمهور بيبقى قريب، النجيل الصناعي انت عارف اللي ملعب نجيل صناعي، انما انا شايفه ان هو كان من افضل ملاعب رحناها في افريقيا، رغم ان هو نجيل صناعي، انما لا النجيله كويسه والنجيله عاليه، وان شاء الله يعني المباراه يعني هيبقى فيها كوره ان شاء الله يعني، فاتمنى ان شاء الله باذن الله بنفس التركيز، احنا جايين مركزين وعايزين ان شاء الله يعني نحسم التاهل من بدري، مش عايزين نستنى، والمجموعه صعبه، فانت كل مباراه بتلعبها مهم جدا جدا ان تطلع بنتيجه ايجابيه. انت عندك 3 مباريات على ملعبك، خلصت مباراه، عندك لسه مباراتين على ملعبك، ان شاء الله باذن الله تخلص المباراه اللي جايه ديت مع المباراتين، يعني هتلاقي الدنيا هتبقى اسهل بكتير. فان شاء الله باذن الله كلنا تركيز، جهاز فني مركز جدا جدا، كل جهاز مركز، اللعيبه، كل الناس اللي موجوده، وان شاء الله باذن الله مباراه ايجابيه ونحقق ان شاء الله باذن الله المكسب يعني ان شاء الله. جزئيه يمكن اكيد بنتكلم معاها فيها مع كابتن طارق وهي جزئيه حراسه المرمى والتنافس الشريف واللي يمكن في مجهود كبير يا كابتن طارق بنشوفه في التدريبات، انا عارف يمكن في بعض اللي يمكن التركيز بيروح في بعض المواقف، اللعيبه انت على طول يمكن بشكل دائم بتكلم عشان الشناوي مع شريف وعلي لطفي، لكن يمكن الشناوي تالق بشكل كبير في المباراه الاخيره مباراه فيتا كلاب، شريف كمان لما بيكون متواجد، يعني الحاله دي كابتن طارق ازاي بتقدر توزن الكفه دي بين الثلاث حراس يا كابتن طارق؟ هو في الشك طبعا ان انت بيبقى عندك الثلاثه، والثلاثه قريبين جدا في المستوى، الثلاثه بيلعبوا، شريف اكرامي، انا يعني احنا لما جينا بدانا كان شريف اكرامي يمكن هو كان له الحظ الاكبر في عدد الماتشات اللي لعبها، لعب 7 مباريات، وعلي لطفي لعب مباراه واحده، مباراه النجوم، وشناوي طبعا بعد ما رجع من الاصابه دخل في 3 مباريات، كان موجود في السكور، مباراه النجوم كان موجود مع علي لطفي احتياطي، مباراه حتى اللي هي كانت في اثيوبيا، مباراه جيما الاثيوبي كان موجود برضه في السكور، وبعد ما جينا على طول مباراه الداخليه كان شينا برضو موجود، وممكن هو شارك في اخر 3 مباريات برضو بعد ما رجع اكتر من 3 اسابيع بيتمرن بشكل كويس ودخل فورمه في خلال طبعا التدريبات، وارد ان يبقى في بعض الاخطاء اللي موجوده، مش عايزين يبقى يعني نحمي طبعا، ان وارد ان يبقى في خطا، ما بنقولش ان احنا عايزين نمنع الاخطاء، نتمنى ان يبقاش في اخطاء خالص في اي مباراه بالنسبه لحراس المرمى، انها بتحاول ان انت حتى لو بيبقى في خطا يبقى الخطا متباعد، ما يبقاش خطا قريب، يعني انت عارف ان احنا دايما يعني مباراتنا مهمه جدا، بنلعب على بطولات على طول، فيبقى البونت بالنسبه لنا مهم، المباراه بالنسبه لنا مهمه، فاحنا بنشتغل على طول، يعني حتى لو يعني مثلا المباراه الاخيره الشناوي ادى فيها بشكل كويس، مش معنى ان الشناوي في كل مباراه، لا كان في برضه حاجات اتكلمنا فيها بعد المباراه وقلنا له كان في ممكن كان في يعني في بيبقى في تحرك، في قرار بيتاخر شويه، قرار بدري شويه، رغم ان هو طبعا يعني في كوره في المباراه دي انت فاكرها طبعا، الانفراد كانت النتيجه 1-0، لو الكوره دي دخلت كانت ممكن تقلب المباراه يعني، انما برضه لسه احنا عندنا اكتر بكتير من الـ يعني سواء للحراس الثلاثه يعني لشريف او علي او الشناوي، منتظرين منهم الكتير، وان شاء الله ده هيحصل يعني ان شاء الله باذن الله كبيره جدا في الشناوي وفي شريف وفي علي، ان هم عندهم مستوى اكتر من كده بكتير، وهيتقدم ان شاء الله من الفتره اللي جايه مع التدريب ومع الشغل، ومع ان احنا دايما يعني دايما في كل بعد كل مباراه في كل تمرين بنحاول ناكد وبنحاول نشتغل ونحاول نعالج الاخطاء، الاخطاء مش هنمنعها بشكل طبعا دي جانب مهم جدا زي ما انت بتقول يا كريم، الجانب النفسي ده بالنسبه للحراس الثلاثه مهم جدا، ازاي انت بتتعامل معاهم وازاي تبقى في صدق بينك وبينهم وفي ثقه بينك وبينهم، وهم كمان من خلال طبعا الجهاز الفني اللي موجود ومن خلال طبعا المستر لاسيرتي،
مهم قوي قوي كمان ان هم بيبقى انا شايف العلاقه ما شاء الله يعني الحمد لله العلاقه متميزه جدا جدا بين شريف والشناوي وعلي مع مستر مارتن لاسيرتي ومعانا كلنا كجهاز يعني. فخد بالك دي الثقه اللي انت بتتكلم فيها ديت وان الولد يبقى مستريح نفسيا ويتعامل نفسيا بشكل كويس ده بيظهر من خلال طبعا الاداء في المباريات. فاتمنى ان شاء الله باذن الله ان الثلاثه ان شاء الله يبقى منافسه شريفه بينهم وفي النهايه طبعا لما يبقى في منافسه شريفه ويبقى في طبعا كل واحد بياخد حقه ومحدش بيبقاش فيه بنحاول على قد ما نقدر ان احنا يبقى في عدل بين الثلاثه واللي بيلعب طبعا بيبقى كلنا في ظهره بقى سواء انا كمدرب حراس او حتى الشريف او علي لما بيبقى الشناوي بيلعب حتى لما كان شريف بيلعب الفتره الاخيره كان يبقى دايما الشناوي وكان دايما علي لطفي في ظهره المباراه حتى اللعبة علي شريف ما كانش موجود معانا في المعسكر يمكن انا بقول مثلا اول مره بقول الكلام ده ان شريف ما كانش معانا في المعسكر موجود الشناوي كان موجود علي وشريف كلم علي يمكن مره بالليل قبل ما ينام وكلمه مره الصبح تاني وهو في البيت وانا كمان هو يعني انا كلمت شريف كلمني قلت له كلم علي وعلي انت عارف يعني دايما شريف قريب شريف طبعا انت عارف انه يعني اكبر سنا واكبر خبره وكابتن الفريق ولعب كتير في النادي وجاب بطولات فدوره بيبقى مهم قوي يعني دايما ممكن انا كان بيكلمني بالليل فقلت له انا عايزك تقفل معايا وتكلم علي وفعلا كلم علي المباراه اللي كان يلعبها اللي هي مباراه النجوم تعرف علي كان بيضرب الفتره الاخيره كان في ضغوط شويه على علي فمباراه النجوم ديت لعبها بشكل كويس وكسبنا المباراه دي 2-0 فعايز اقول لك ان الروح ديت صدقني ان شاء الله باذن الله يعني ان شاء الله الفتره اللي جايه هيبقى في بطولات للنادي الاهلي ان شاء الله باذن الله. شكرا جدا يا كابتن. شكرا يا كريم. شكرا.